فينا النهارده في هذا اليوم في هذه اللحظه الصحافه التي تهدف من خلالها الجامع الوطني للصحه الاتحاد الغربي للشرطه الى تطوير الوطني وكذلك الرجال والنساء رجال الصحة. اليوم تتعقد الجامعة الوطنية للصحة ندوة يوم 29 يوليو 2024، ندوة صحفية لتنوير الرأي العام الصحي والرأي العام الوطني حول مسجدات ديال الحركة النضالية تقوم بها الجامعة الوطنية للصحة منذ يناير إلى الآن. كيف ما تعرف الجميع ان الجامعه الوطنيه للصحه وقعت واحد محضر اجتماع مع وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه التي تتضمن 34 نقاط اتفاقيه وبقيت عالقه 9 نقاط خلافيه بيننا وبين وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه. لذلك راسلت الجامعه الوطنيه للصحه خلال نفس اليوم أي 26 يناير 2024 السيد رئيس الحكومة من أجل تحكيم في النقاط الخلافية ما دام هو الرئيس التسلسلي للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية. منذ ذلك الحين لم نتوصل بأي جواب، وقد عقدت نقابة الصحية على إثر ذلك تنسيق لثماني نقابات في مقدمتها الجامعة الوطنية للصحة، وقاموا بخوض نضالات ومعارك نضالية عبارة عن وقفات إقليمية وجهوية وإضرابات لتختمت مؤخرا بإضراب الخمسة أيام لمدة أسبوعين. بعد ذلك اتصل وزير الصحة بالنقابات الثمانية وطلبا ودعاهم إلى حوار بعد رد رئيس الحكومة، غير أن الجامعة الوطنية للصحة المكتب الجامعي بالضبط رفض حضور الاجتماع ما دام أنه راسل سيد رئيس الحكومة فطالب بالحوار أو التفاوض مع وفد حكومي، تفاوض مباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار. وعندما لم تستجب الحكومة لذلك أثرت الجامعة الوطنية للصحة أن تستمر في معركتها النضالية، وقد دعت لهذه الندوة الصحفية من أجل توضيح موقفها وتنوير الرأي العام كما قلت في البداية الوطني والصحي بمعركتها المستقبلية ابتداء من شهر سبتمبر المقبل إن شاء الله. بالنسبة لنا احنا والمواطنين مهني الصحة نساء ورجال الصحة والمواطنين هم ضحية الحكومة التي لم تستجب لمطالبنا العادلة ومشروعة منذ يناير 2024. فلذلك نعتذر للمواطنين إلى ولجوا المراكز الصحية والمراكز الشفائية ولم يتلقوا الخدمة، فالمسؤولية تلقى كاملة على الحكومة التي أثرت أن تجيبنا بأذان صماء. مسيرة ديال 10 يوليوز تم الإفراط في استعمال القوة من طرف السلطات العمومية. احنا طالبنا عندما قدمنا السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية دعوة للحضور الاجتماع، طالبنا من ضمن خمسة شروط أساسية، شرط أساسي وهو اعتذار الحكومة على ما قامت به السلطات العمومية يوم 10 يوليو 2024. النضال السابق واللاحق المستقبلي وكذلك المستجدات وما قامت به الجامعة الوطنية للصحة من أجل الدفاع عن الحقوق المتسلسلة.